ستة كانت تقول البحصة بتسنط خابية، بس بدك مين يكون أنوع ومينق؟ أنوع مش يعني يكون لبسيني بتاكل عشاء على راية ستة، لا، أنوع يعني ما يتزمر من البحصة، إذا شي يبقى ويخلي للصلح مطرح. منيح إيه يخلي للصلح مطرح، لأنه ستة كانت تقول المعاتبة صابون لقلوب. وبعدين البحصة بتسند إيه، بس بحصة عن بحصة بتفرق، يعني عندك صهر بيسند الظهر وصهر بيجيب المجرفة للقبر. طب سؤال، بأي موقف ستة كانت تقول أنظف من الصحن الصيني؟ It's show time مع دانيال.